ليه؟ نص الألف قديه؟ 500. كيش الحكي؟ كب نصه بالبحر؟ كبيت. رجع حط فوقه قد اللي كبيته. حطيه. قديه صار معه؟ 500. هات القلة. سوك. بارك الله فيك، دورك. هات لهون لك حرامي. لك شبك لخي قلتك والله ما نمزح معك مسو. يا عم بعيونك العمى، ما كذا وقت قال عنك سحس. تحكي لي عنك شي. شو خلت؟ اه؟ لا بقول دورك يا معلم. اه. خيوم، عنا عصفور بالايد وعشرة على الشجرة. اي بتنقي؟ والله العشرة اللي على الشجرة. ليش؟ لانه العصفور اللي باليد مضمون. هونيك شو مالك وطنا مني كويس. لا ما بعيونك على استراتيجية، ولكن انت لازم تكون مسؤول بالحكومة يا واد. اي والله بدي صير، قلت بشو احسن مني اللي ما يصيروا. والله مو احسن منك بشي، سبقت. خذوا الحكمة من افواه المجانين. مين مجنون لك مري؟ انت صاير وقح ولا؟ رو ناقصنا باش تمصر وتمضغط علينا. اقسم بالله قوم شوهك. لو قوم بلقي بدير منك بعفو الله. بس يا شباب، بس وحياة ديني بقوم دعوسكم بس. بتمون على هالرقبة يا مالي كرمالك بس والله. مسيكة بس بنروخ لي دمات. ما بدي. عندي. بس بتذكر وقت عملنا أمسية إيطالية ودبحوا بعض الشباب؟ شو رأيك نعمل هلا هيك أمسية مثلها بس على رواق بلا مشاكل؟ ايه بدينك ايه، بس انا بدي اكون اندريا الشلي. ها اندريا الشلي حبيبي سحس، هي امسية بتنسلحها، امسية ايطاليا بغني فيها اندريا بوتشيلي. شو ابس بي؟ خلص مالي خلق، ساوي اللي بدكم يا بس تركوني بحالي. سافر لنسافر خيو. لك شو صاير لك ولو؟ حياتي ما شفتك بهالحالة هي. لك يا زلمي لأيما بدنا نضل عم نضحك على حالنا ونقول بكرة أحلى؟ لأيما بدنا نضل نفكر بمستقبلنا وما نخطي ولا خطوة على عرض الواقع؟ لأيما بدنا نضل عايشين بأحلامنا ونقول في أمل؟ لأيما بدنا نشوف ولاد الحرام كل يوم عم يسرقوا شبابنا ونحن ساكتين؟ لك طفونا طفو روحنا يا زلمي، بس كرمال نضل ساكتين مثل الكلاب. يا خطيتك على المستقبل يا بوس. عندي اتركه، أنا بعرف كيف فرغ له الطاقة السلبية كلها. لما غيمة الشتاء بتسحف على المكان وصوت دقات المطر يعزف على الأحزان، سيجار دهي في إيدي مع هوتي يا سيدي، أقعد هنا قدامي فهمني واحكي لي حكايتك ورويتك، ما أنا من زمان وأنا شايفك شاب ويافع ونجم برجك طالع، دايما في راسك رافع والأحلام في عينك بتلمع، فجأة تهت واتكسرت والعين بقت بتدمع. مستغرب أنا من سؤالك، ما حالي هو حالك كمان، انت منين الحكمة دي كلها جايالك؟ ما انت شفت حياتي وتشكيل القراراتي، شفت راسي مرفوعة ما شفتنيش وانا بطاطي، ده كفاحي واحباطي اكل سنين حياتي، كل طريق انا مشيت فيه كنت ببحث عن ذاتي، كفر عن سيئاتي اعمل ليوم مماتي، واسيب ذكرى حلوة تكون اعظم رواياتي، بصمة حياتي يفتكروني بيها ولادي ويحكوا عنها قصص يفتخروا بيها احفادي، كنت شايف في عين الشمس ان ليا مكان، مش مجرد وش باهت على حيطة النسيان، بس الدنيا بخطة تانية شالت الالوان، شالت كل حاجة وسابت الاسود يبان، مين انت وجاي منين وفينك من زمان، جاي دلوقتي انصح وتخطب زي الامام؟ ما انت لسه عايش لسه بتقدر تتنفس، بس فكرك ده يكون سندك لما الناس كلها تفلس، الطريق مهما بيضيق بيجي له يوم ويوسع، وانا اللي عجبني فيك انك للصوت العقل بتسمع، مش طفل صغير عنيد على في دماغه مش بيرجع، شايف العمر بيجري بعيد واللي فات عمره ما بيرجع، مشواري ده سؤال بدور عن اجابته، لازم حكاية او موال علشان تعرف توصف حالته، مش عارف انا جاوبتك ازاي على كل اللي سألته، اسئلتك هزت البركان اللي جوايا وفجرته، بس وحياة الاعدادي اسمع مني المرة دي، ما تقلقش عليا صاحبي وكمل قهوتك عادي. والله يا بسبر لما تكون زعلان ومهموم بينطفي النور عن قلوبنا.
في احلى منك انت مشقرق يا زلمة. لك هو اللي بيقهر انه فيني طاقة بتعبي الكون، بس شايفة متبخر، شوف عيني مو طالع بيه اللي يعمل شي. استثمرها بس بير استثمرها، ضر لك شي حفلة يخلي هالطاقة تفرغ من مكان الصح. ليش السفينة نحضر فيها هلا بكرة؟ مرة يا معلم أول ما لمع نجم الودي الشيخ، أيام أموت وينشرح صدري، حطيت براسي إنه أول ما يجي على سوريا بدي أحضر، وفعلا نزلنا له. حلو حلو، وشو عملت؟ شو عملت؟ حطيت حطيت راسي ولويت، حطيت راسي ونمت يلا سميت بسم الله، شفت الإمام وعلي وعيسى حبيب الله. هاي وما فقد؟ بلا فقد، فقد عند أهم لحظة، اللحظة اللي كانت كل العالم تحضر وديع الشيخ مشانه. فأكيد هون عوضت عن كل النوم اللي نمته وولعت الدنيا. والله ناسي أنا شيء، بس حافظ اللحن تبعها بس. إذا سمعتوه ممكن تساعدونا فيها ربي. اسمعوا لي نفسي. تعرفوا لي إياها. إن شاء الله نوم العوافي، الله يعافي قلبه. وهي كانت آخر الأيام اللي فيها فرح، أو آخر الأيام اللي كان فينا نفرح فيها، يعني بين 2019-2020. قال له خلص ما ضل شي، الحمد لله كله راح. عشو ما يضحك هالأهدى؟ ولا سوحس؟ شو ما تحضر ضحكنا معك؟ والله ما أحضر هكونا مطاطا. هاكونا متاتا، طعمونا بطاطا، يا ما كان طعم لذيذ. طعمونا بطاطا، اصبعي بالبريز، كذاب المستقبل ما ضل عنا كيس، منه نتعلم عملم فيه الخبز اليابس. طعمونا بطاطا، أبس بريت عبا. يا أولاد الحرام، ألف كلمة ابن حرام ولا كلمة الله يفك أسمه. الله يفك أسمك يا معلم. إيه شو علي يا سحس الكلب؟ إذا ما بددمك لأكون كلب أنا. ماشي ماشي يا أولاد الحرام. وطلح بابنا طل نسم يا وبلاد.